الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، كما وأنني أذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم لحضور هذا الخير، ولأجل أن ينتشر العلم وتعم الفائدة أدعو غيركم بارك الله بكم مع إخلاص النية لله عز وجل. ونحن تعرفون اليوم كنا في احتفال البقاع، وبسبب إغلاق الطرقات لازلنا إلى الآن في الشوارع وفي الطرقات، فلأجل أن لا تضيع الفائدة يعني أحببنا أن نكمل درسنا كالمعتاد، ولو اختصرنا اليوم، لكن لأجل أن لا تضيع الفائدة نبدأ بدرسنا وبكتاب سمعت الشيخ يقول، ونكمل من حيث كنا انتهينا لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله، يعني مولانا الهرري: الحكمة من خلق الجنة لأن ترغيب المؤمنين للاستعداد لها بالأعمال الصالحة، يعني أن الجنة، وجود الجنة والترغيب بالجنة والحث على الجنة والمنازل والمراتب العلية التي في الجنة، هذا يحرك الهمم ويحرك القلوب ليستعد الناس أكثر ويعملوا أكثر. أنتم تعرفون أن الإنسان كلما زاد في طاعة الله وكلما عمل من الطاعات والعبادات أكثر فأكثر، يحصل من الحسنات أكثر، يأخذ من الأجر أكثر. فخلق الجنة والترغيب بها وبما فيها من مقامات ومنازل وقصور ونعيم، هذا لحكمة عظيمة لأجل أن تقوى همم الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع الناس ويرغب الناس ويحمسهم ويحركهم ويحضهم ويحدثهم عن الجنة وعن ما فيها من نعيم. وأيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: هي ورب الكعبة لا خطر لها، هي ورب الكعبة، هذا قسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المرات إذا أراد أن يؤكد شيئا، أن يؤكد أمرا مهما، كان يقسم، كان يحلف. فقوله صلى الله عليه وسلم هي ورب الكعبة، هذا حلف بالله، يعني كأنه يقول والله، كأنه يقول والله الجنة لا مثل لها، يعني في النعيم في السعادة في الفرح لا مثل لها. أين يوجد مثل الجنة في هذه الدنيا؟ لا يوجد، ولا مثل ربع 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 الجنة، لأن الدنيا لو كان الإنسان في أضخم وأكبر وأعظم قصور الأرض فإنه يتنكد وينزعج ويتألم ويمرض، وتصيبه الحمى، تصيبه الآفات، الأمراض، المجاعة، تصيبه كورونا مثلا، وما إلى ما هنالك من من الأمراض والأسقام والبلايا في الدنيا. ثم أين يوجد مكان في الدنيا الإنسان لا يجوع فيه؟ أين يوجد مكان في الدنيا الإنسان لا يعطش فيه؟ أين يوجد مكان في الدنيا الإنسان لا تصيبه الشمس وحر الشمس والتعب والنعاس والمشقات؟ هذا كله في الدنيا موجود، أما في الجنة فليس لهذه الأسقام وليس للهم والغم وجود في الجنة. لذلك الله لحكمة عظيمة خلق الجنة، الله لحكمة عظيمة خلق الجنة ترغيبا للمؤمنين وتحميسا وتشجيعا وتحريكا. ثم المقامات في الجنة والنعيم في الجنة على قدر ما يطيع الإنسان ربه، على قدر ما يعمل في طاعة الله وبعبادة الله عز وجل، هو يربح ويستفيد من ذلك.
لذلك الرسول كان يقول هي ورب الكعبة لا خطر لها، أي لا مثل لها في النعيم والسعادة والفرح والاطمئنان. فإذن الجنة خلقت لحكمة عظيمة جدا، خلقت لحكمة كبيرة جدا. هذا معنى ما قاله الشيخ رحمه الله. وقال الله تعالى يخرج من قلوب أهل الجنة الغيرة، لا يوجد غيرة ولا تحاسد، الله يخرج من قلوبهم الحقد والبغضاء والغيرة والتحاسد من قلوب النساء ومن قلوب الرجال. قلوب أهل الجنة كنفس واحدة. يا سلام، انظروا إلى هذا التعبير العظيم، يعني كل أهل الجنة النساء والرجال الله تعالى يخرج من قلوبهم الغيرة التي كانت في الدنيا، التحاسد، الغيرة، كل هذا الذي كان في الدنيا لا يكون معهم في الجنة ولا يكون في قلوبهم في الجنة، بل كل أهل الجنة من حيث الرضا والمحبة والتسليم والاطمئنان كأنهم نفس واحدة، يعني يكونون في غاية الهناء وفي غاية الرضا وفي غاية الصفاء وفي غاية المحبة لبعضهم. الشيخ رضي الله عنه مرة نصح بعض طلابه، كان بينه وبين صديق له شيء، قال له عامله كأنه أنت. انظروا إلى هذا التعبير، يعني الواحد منا يعامل إخوانه كأنه يعامل نفسه. الواحد منا كيف يعامل نفسه؟ يحب لها التقوى والصلاح والإكرام، ويحب لها الخير، ويحب لها الفائدة والنفع، يحب لها معالي الأمور، مكارم الأخلاق، فأنت أحب كل هذا لإخوانك. ثم هذا الحديث الذي فيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي بعض الروايات من الخير، هذا الحديث وحده ميزان. هذا الحديث لو تأملنا، لو اعتبرنا، لو اتعظنا، كيف ينبغي أن نكون مع إخواننا؟ هذا في الدنيا ينبغي أن نحب لهم من الخير ما نحب لأنفسنا من الخير، وإلا فالواحد منا إذا رأى أحيانا هذا الإنسان الذي هو ربما من الطيبين، ربما من الدعاة، ربما من المشايخ، تراه إذا حصل شيئا من العلم أو كان في مجلس ثم جاء بعض الطلاب، يكون هو شيخا لهم، جاء بعض الطلاب قد يغلق دونهم الباب، قد يقول لهم اخرجوا، قد يقول لهم هذا مجلس خاص، قد يقول لهم هذا لا يؤذن لكم في حضوره. لماذا؟ يريد أن يميز نفسه، أن يختص بهذا الكتاب أو بهذه الرسالة أو بهذا المؤلف أو بهذا السند مثلا، فيمنع غيره من الحضور معه لأجل أن لا يشاركوه في علو السند مثلا. هذا لا ينبغي إن كان لمجرد هوى النفس، إن كان لمجرد شهوة النفس. لماذا؟ لأجل الحديث، إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فكل واحد منا يعرض نفسه على هذا الحديث، إن كان في الصحة، في العافية، في الستر على الخطيئة، على الذنب، في تحصيل العلوم، في نيل المراتب، في تحصيل الفوائد، هل تحب كل ذلك لإخوانك كما تحب كل ذلك لنفسك؟ سل نفسك، وأنت أجب نفسك بنفسك، لا تجبني، أجب نفسك أنت بنفسك لنفسك، ثم عالج نفسك إن رأيت أنك لست كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في الدنيا الواحد منا ينبغي أن يكون مع إخوانه يعاملهم كأنهم هو، هذا في الدنيا، لكن ليس كل الناس يطبق، وليس كل أحد هكذا، وليس كل أحد في هذه المرتبة. أما في الجنة ليس كالدنيا، في الجنة الله الحكيم العليم الخبير القادر المقتدر، هو سبحانه له تصرف بمشيئته بقدرته، يقلب القلوب ويحول الأحوال،
فيجعل قلوب كل أهل الجنة كأنهم قلب واحد، كل نفوس أهل الجنة كأنهم نفس واحدة، فلا يكون بينهم أدنى تناحر ولا تدابر ولا تباغض ولا تحاسد، بل يكونون في المحبة والرضا كل في غاية الكمال، لا يبغض واحدا من أهل الجنة ولا ينزعج من واحد من أهل الجنة ولا يتكدر ولا يتكدر، إنما يفرح بهم. من كان بينك وبينهم في الدنيا خصومة، مسبات، شتم، ضرب، قطيعة، إيذاء، إغارة مثلا في الدنيا، بعض الناس يتضاربون ثم هذا مات على الإسلام وهذا مات على الإسلام، في الجنة إذا رآه يفرح به، في الجنة لا يهرب منه، في الجنة لا يقول اف هذا أزعجني أنا الآن تضايقت أخرجوه من هنا، لا. في الدنيا بعض الناس يفعل ذلك، إذا دخل إلى مجلس أو إلى عزاء أو عرس أو عزيمة أو دعوة يرى هذا الذي يبغضه يصرخ يصيح يقول أريد أن أضربه، يهجم عليه، فيحول الناس بينهما ثم يخرجونه إلى خارج القاعة أو البيت، هذا في الدنيا. أما في الجنة لو كان في الدنيا قتل لك أولادك، تخيل إلى أين، لو كان في الدنيا قتل لك أولادك كم تكون أنت معه في الدنيا، في الجنة إذا رأيته لأنه مسلم، هو ما استحل قتل أولادك بغير حق، إنما ظلما وعدوانا قتلهم وهو يعتقد أن هذا حرام ولا يجوز وكبيرة، ما استحل ذلك، هذا تحت المشيئة، إن كان الله تعالى سبق في مشيئته أن يدخله النار سيدخله النار، ثم بعد ذلك سيخرج من النار ويدخل الجنة. لماذا؟ لأنه مات على الإسلام. الله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا هذه الآية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الذي قتل أولادك هو ما استحل القتل ولا استحسن، لا كفر ولا أشرك، لم يمت على الكفر، مات على المعصية، على الإسلام، مات مسلما وعليهم كبيرة. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا ما أشرك بالله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كان قدر الله له أن يعذب، بعدما يعذب في جهنم ويخرج منها ويدخل الجنة فتراه ويراك، هذا الذي كان في الدنيا إلى هذا الحد من العداوة وأنه قتل أولادك وتريد قتله أنت في الدنيا، هذا لا وجود له في الجنة، بل تفرح به، أنت تفرح به وهو يفرح بك، وهو يفرح بك، ولا يحصل بينكما حتى في التفكير والخاطر ما يحدث لكما انزعاجا أو أذى أو تكدرا، هذا لا وجود له في الجنة، هذا لا وجود له في الجنة. فإذا ورد في الحديث الذي رواه البخاري ورواه البيهقي رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد ويدخلون الجنة يسمون الجهنميين. انظروا من عظيم الذنوب التي عملوها وماتوا عليها يسمون الجهنميين، مع ذلك يخرجون من النار، وآخر واحد يخرج من النار من المسلمين أهل الكبائر، لأن الكفار لا يخرجون من النار، هؤلاء من المسلمين من أهل الكبائر، والذين خرجوا وكانوا قد امتحشوا فيها واحترقوا صاروا كالجزع كالغصن كالخشب المحترقة، ثم هؤلاء قبل أن يدخلوا الجنة ينزلون في نهر، نهر عظيم يقال له نهر الحياة أو الحيوان، الحيوان في اللغة يعني الحياة، ثم ترجع هيئاتهم حسنة وجميلة ويدخلون الجنة. بعدما يدخلون الجنة لا يحصل لهم انزعاج أنهم كانوا في جهنم واحترقوا فيها وعذبوا، وأهل الجنة لا يهربون منهم، لا يقولون له أنت كنت زانيا، أنت قتلت ولدي، أنت قتلت أبي، أنت شربت الخمر، أنت أكلت الربا، لا تقربون، لا تكلمون، لا، هذا كله لا وجود له في الجنة.
تخيلوا هذا التعبير، كل أهل الجنة كنفس واحدة، يا سلام. لذلك ينبغي أن نعمل على أن نكثر من الطاعات وأن نزيد من الحسنات، وحتى نكون في المراتب العلية إن شاء الله. نحن الآن الواحد منا يعرف نفسه، أنا أتكلم عن نفسي، أعرف نفسي أني من عامة الناس ومن المقصرين، لكن ينبغي أن نعطي أكثر ونعمل أكثر ونقدم أكثر. لماذا؟ لتعلو المقامات وتكثر الحسنات وترتفع الدرجات في الجنة أكثر فأكثر، هذا الذي ينبغي. ومجال الحسنات واسع يا إخواني يا أخواتي، مجال الحسنات واسع كبير جدا جدا جدا. يعني الآن في هذه الأزمة وأنتم في بيوتكم، عندما لا تستطيعون الخروج إلى الشوارع، الطريق مقطوع، هنا المنطقة منعزلة عن المناطق الأخرى، ماذا تفعل؟ أنت في بيتك تحافظ على الوضوء، تحافظ على الصلاة، كل هذا حسنات. تأمر زوجتك بالوضوء والصلاة، تصلي معها جماعة، تأمر أولادك يصلون معك جماعة، ثم تقرؤون الأوراد والتحصينات والأذكار والورد الرفاعي والورد القادري، تقرؤون ما أخذتم من القرآن بالتلقي، ثم تقعدون مثلا مساء بعد العشاء في الليل، ليس عندكم عمل وحظر كورونا وتقطع الطرقات، ماذا تفعلون؟ مثل هذا على سبيل المثال الآن، هذه الصفحة التي أنا وأنتم فيها الآن، كلكم تستطيعون أن تدعوا غيركم ليكثر العدد فيعظم لكم الأجر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي صححه بعض الحفاظ، الدال على الخير له مثل أجر فاعله، يعني ما يشبه ذلك. ليس شرطا أن يكون على التمام في كل الأعمال وفي كل الأحوال من كل النواحي، إنما له أجر يشبه أجر فاعل هذا الخير. فأنتم الآن كل واحد مثلا، كم واحد معه في هاتفه؟ عندك مثلا 100 اسم، وهديك عنده 200 اسم، وهذا عنده 1000، وهذا عنده 3000. في أشياء أنتم بتعرفوها أكثر مني بموضوع الصفحة والدعوة والمشاركة، بتفوتوا هيدا الدرس على كل اللي عندكم. فإذا كان عم بيحضر معنا هلأ لنقول 700 شخص مثلا في الغرفة مثلا، هذا من يعني على سبيل المثال، لأني أنا الآن لا أقرأ ما سيكتب على الصفحة عندي، إنما من باب المثال. والذين يدخلون ويخرجون، والذين يمرون على هذا الذي يسمى اللينك أو الرابط مثلا، إذا لنقول صاروا 10,000 شخص من جوا ومن برا حسب تعريفاتكم أنتوا. طيب هول 10,000 من جوا ومن برا إذا عملوا نشر واشتراك، وهن عندهم لنقول 200,000 اسم بتليفوناتهم بمواقعهم، كم يكون انتشر الخير؟ كم تكون ساهمت في نشر الخير؟ بدل ما يفوتوا على مواقع أهل الضلال، وبدل ما يحضروا تلفزيونات وأفلام وتمثيليات ومسلسلات لا خير فيها، وبعضها فيه الفساد وبعضها فيه الكفر، وكثير من المحطات للمشبهة المجسمة، كثير من الفضائيات للذين ينشرون التشبيه والتجسيم، كثير من المواقع للذين ينشرون التشبيه والتجسيم، مع مواقع المعتزلة، مع مواقع المبتدعة في العقائد، مع مواقع الأفلام الخبيثة الساقطة الهابطة، مع مواقع الدعوة إلى الرذيلة، إلى الزنا، إلى الخمر، مواقع الاحتيال، مواقع الدجل، يعني بالآلاف بتطلع، أنتم بتعرفوا أكثر مني. فالمهم بدل أن يدخل البعض إلى بعض تلك المواقع الساقطة، إذا كنتم سبباً أن دخل إلى هذا الموقع فسمع درساً، سمع فائدة، سمع كلاماً عن الجنة، تشوق، توضأ، صلى، تعلم، حضر معنا ومعكم، أنتم السبب، يعني إلكم أجر. يعني انظروا، الدال على الخير له مثل أجر فاعله. يعني أنتوا اليوم لما بتكونوا عم تدعوا الناس للعلم، هل تعرفوا أنتوا يا أخواننا ويا أحبابنا بسبب هيدي الصفحة بعض الناس دخلوا في الإسلام من ملل وفرق وجماعات الذين يعلنون الكفر، بعضهم دخل في الإسلام، وبعض الذين كانوا على عقائد كفرية
هم أرسلوا أخبروني على الخاص وعلى الرسائل في الموقع، قالوا كنا على التشبيه، كنا على التجسيم، كنا في الكفر، كنا في الضلال، عرفنا العقيدة، عرفنا التنزيه، تشهدنا، أنقذتمونا من الكفر، أنقذتمونا من النار. هذا عندنا بالأسماء. كم وكم من مواقع في الدول وفي البلاد، مساجد، مدارس، معاهد، جامعات، تفتح الآن الصفحة وتنقل الدرس إلى الطلاب في الجامعة أو في مصلى يجتمع الناس. هل تعرفون كل ذلك؟ فإذا هذا كله من أسباب الخير وعمل الخير. ثم إذا انتهى الدرس أنتم راجعوا ما أخذتم من العلم، بعدين فيكم تصلوا من قيام الليل. لمن ليس عليه قضاء، اللي عليه قضاء يصلي قضاء ليخلص إلى أن ينهي القضاء، اللي كان ما عليه قضاء يصلي سنن، يصلي قيام الليل، لأنه قيام الليل لا يشترط له نوم. وإذا كان نام ليستيقظ للتهجد، يقوم قبل الفجر يتهجد، يقرأ القرآن، يشتغل بالأوراد إلى أن يدخل الفجر، ثم يوقظ أهله ويصلي جماعة. هذا كله خيرات. بهذا تعلو أخي في الدرجات، تعلو يا أخي في المقامات، تكثر يا أخي من الحسنات. لذلك قال الشيخ رضي الله عنه وأرضاه: الله تعالى خلق الجنة لحكمة، خلق الجنة لحكمة عظيمة، لأن هذا يرغب المؤمنين للاستعداد لها بالأعمال الصالحة. وكنا أيضا وقرأنا قول الشيخ رضي الله عنه قال: قلوب أهل الجنة كنفس واحدة. وقال رضي الله عنه وأرضاه: ملذات الدنيا كلها بالنسبة لنعيم الآخرة كلا شيء. إذن اسمعوا هذه العبارة: كل ملذات الدنيا. تعرفون أنتم كم يوجد في الدنيا من ملذات؟ كل ملذات الدنيا، يعني بأنواعها، كل الملذات الحسية، الجسدية، الفكرية، القلبية، المعنوية، من طعام وشراب وفرح وزوجة وأهل وأقرباء وبساتين وقصور وأموال وجواهر وذهب وأسفار وتنقل في البلاد، كل ذلك لا شيء بالنسبة لنعيم الجنة، يعني كلا شيء. مش ورد في الحديث أن الإنسان إذا وقف على شاطئ اليم البحر وحط إصبعه بالبحر ورجع إصبعه قال: فلينظر بما ترجع. الرسول عليه السلام يعطينا مثالا، يعلمنا، ينبهنا، قال: فلينظر بما ترجع. يعني بتطلع أنت على إصبعك، هذا البلل، هذا البلل الذي رجع، ماذا يكون بالنسبة للبحر؟ هل أثر على البحر؟ هل جفف البحر؟ هل نقص البحر؟ بل هذا البلل لا شيء يذكر بالنسبة للبحر. قال: هكذا نعيم أهل الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة. شو يعني؟ يعني كل نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة كلا شيء، بالنسبة لنعيم الجنة كلا شيء. طيب بعد كل هذا كيف يليق بنا التقصير؟ يا إخواننا، يا أحبابنا، بتعرفوا أنتوا أنه بعض الأولياء، بعض الصالحين، كان يختم القرآن الكريم في ركعة الوتر؟ منهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، منهم عثمان بن عفان كان يختم القرآن في ركعة الوتر، منهم الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. ثم من الحسنات أيضا كان يشتغل شيخنا رضي الله عنه بالتدريس وفي نفس الوقت بالذكر. يعني إذا أنتوا هلأ اجمعتوا كل هالحسنات اللي حكينا عنها، وهذا على سبيل المثال الآن، إذا جمعتم كل هذه الحسنات تستطيعون أيضا الاشتغال بالعلم. كل واحد منكم لما بيقعد مع أولاده يعطيهم درس بالعقيدة بما يعرف، مع الجيران، مع الأهل، يا أخي مع الموظفين اللي عندك، إذا كان عندك دكان مؤسسة، إذا كان عندك دكان ومؤسسة، أنت تستطيع أن تعطيهم درسا، وتستطيع أن تعطي للطلبة الذين تدرسهم، تستطيع أن تعطي للذين تعلمهم،
تستطيع أن تعطي لكل من تجتمع بهم. هلأ بتقول لي في حظر وتجوال وإغلاق مناطق، أقول لك بعدما تنهي الدرس معنا تستطيع أن تفتح تليفون أو صفحة أو هذا شو بيسموه الفيديو كول أو الزوم مع اللي بتمون عليهم، وبتعمل درس لو ربع ساعة لو 10 دقائق في التعليم شيخنا رضي الله عنه. أنا أذكر كان يلحقه في اليوم الواحد في بعض المرات 7 دروس يخرج إلى الناس، 7 دروس يخرج إلى الناس، يعلم التوحيد والعقيدة والأحكام ويستقبل الناس ويشتغل بقضاء حاجاتهم. وإن كون أنا كون عبرد ورا منه بالدرس أو غيري من المشايخ أحيانا يقول لي أعد فأعيد، يكون هذا الوقت هو يشتغل بالذكر، وبين العبارة والعبارة بيكون عم يرتبها بالدرس، هو الذي يقعد أمامه ينتبه للسانه وأحيانا يسمعه يقول يعني يشتغل بالتهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والله هذا كنا نراه ونسمعه منه في الدرس أثناء الدرس. لاحظوا شو بيكون عم بيعمل، تدريس عقيدة وأحكام ودين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وفي نفس الوقت جمع بين كل هذا وبين أفضل الذكر لا إله إلا الله. أليس في حديث الإمام مالك رضي الله عنه الذي في الموطأ وعند البيهقي وعند كثير من الحفاظ، قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، وفي رواية وهي عند مالك زيادة وحده لا شريك له. لذلك يا إخواني مجال الخير واسع، مجال التعليم واسع والتعلم وحفظ العلم والخروج لخدمة الدين والخروج لخدمة الناس والخروج لخدمة الفقراء. صدقوني والله خدمة الفقراء والمرضى والضعفاء والأيتام والأرامل والله لذة، والله لذة. يا أخي يا حبيبي تتخيل أنت شو معنيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل هكذا بيده الشريفة بأصبعيه بالسبابة والوسطى، يقول أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة، معناه يعني بشرى لكافل اليتيم من المسلمين. هل منك بمرتبة النبي؟ بلا شك النبي أعلى خلق الله، لكن يقول في الجنة. لو كانت الدرجات في الجنة متفاوتة على حسب التقوى، لكن تكون اجتمعت معه في الجنة وتكون من أهل الجنة. طيب لما الرسول عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، طيب يا أخي كم من خدمات تستطيع أن تقوم بها للناس للفقراء للضعفاء؟ يا أخي يا حبيبي لما بتطلع بعد المغرب بتزور مريض 70,000 ملك بيستغفروا لك إلى الصباح وتخوض في الرحمة، فإذا جلست عنده غمرتك الرحمة ولك مخرف في الجنة يعني بستان في الجنة. إذا رأيتم لماذا قال ترغيبا للمؤمنين؟ إذا الله خلق الجنة لحكمة، ونفوس أهل الجنة في الجنة كلها كنفس واحدة، محبة وفرح وأنس وسعادة وسرور، ولا يوجد أدنى انزعاج ولا أدنى قلق. لذلك أكثر من الحسنات، الحسنة الواحدة أقل ما تضاعف إليه إلى 10 أمثالها، هذا أقل ما تضاعف إليه الحسنة الواحدة. اسمعوا ماذا قال الشيخ رحمه الله، وقد تضاعف الحسنة الواحدة إلى 700 ضعف، وقد تضاعف إلى 100,000 ضعف، وقد تضاعف إلى أن تصير في كفة الحسنات كأمثال الجبال، كأمثال الجبال. يا إخواننا يا أحبابنا، أليس ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وكل حرف ب10 حسنات. إذن ماذا ننتظر؟ ينبغي أن نكثر من الحسنات، أن نكثر من الطاعات، أن نكثر من العبادات قبل فوات الأوان. وأستأذن منكم نتوقف هنا، بارك الله بكم، غفر الله لي ولكم. كونوا معنا غدا 7:00 سنبدأ بقراءة 40 العلياء
في أحاديث المعراج والإسراء. هذا الكتاب الذي جمعنا فيه أحاديث الإسراء والمعراج بالإسناد المتصل بالأسانيد العالية، تلقيا رجالا ونساء وكبارا وصغارا، تداعوا واحضروا، لا تفوتوا هذا الخير على أنفسكم ولا حتى على أولادكم. كان من عادة السلف أن يحضروا أولادهم الصغار، من يعقل يسمع، ثم الذي يسمع وكان صغيرا يكتبون عندهم، فلان يعني عن طفلهم سمع من فلان حديث كذا وكذا وكذا يوم كذا وكذا، يكتبون له التاريخ. فأحضروا أولادكم والرجال والنساء وتداعوا لتحصلوا هذا الكتاب بالتلقي بالإسناد بالمعاني الموضحة لبعض المواضع، يعني مع شرح بعض المواضع التي في الأحاديث. فلا تضيعوا هذا الخير على أنفسكم، غدا إن شاء الله نلقاكم على خير. لا تنسوني من دعواتكم، استغفروا لي، ادعوا الله لي بالمغفرة، بحسن الحال، بالشفاء، وللمسلمين، لأن دعوة المسلم في ظهر الغيب لأخيه المسلم مستجابة، والملك يؤمن، الملائكة كلهم أولياء، الملك يؤمن على دعائك ويقول آمين ولك بالمثل. فماذا تريد بعد هذا الخير؟ أكثر من الدعاء. لا تنسونا، بارك الله بكم، حفظكم الله، رعاكم الله، سددكم الله، أيدكم الله، أراكم الله نبيه، وجمع لي ولكم بين خيري الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.